السلام عليكم. سامعين اس وقت ہم جامعہ امدادیہ قاسم العلوم عزیز پور شاملی کے ناظم قاری عبد الواجد کی تلاوت کلام پاک پیش کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وككأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كلاما جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم.